هل يصح أن نسأل كيف حال حقوق الإنسان في مصر الآن؟ والله ده سؤال كبير قوي. يعني إنما يعني الأمور بتسير. في مشاكل كتيرة، ما ننساش إن إحنا بعد ثورتين وفي إرهاب وفي عنف ممنهج، وبعدين في دستور جيد جدا معمول، جيد جدا الدستور. طبعا الدستور من الانجازات الحقيقيه لحقوق الانسان، انجازات حقيقيه لحقوق الانسان، لكنه لم ينفذ لسه، المطلوب تنفيذه. فكل الاشياء دي مع بعضها بتخلق نوع من المشاكل الكبيره جدا. لكن عاوز اقول في حاجه، ان احنا في اشياء تقدمنا فيها بشكل كبير جدا. زي ايه؟ في اشياء لسه، زي مثلا احنا طول عمرنا بنتكلم على مثلا انهاء حالة الطوارئ. مصر طول عمرها بتحكم بطوارئ، النهاردة انتهت حالة الطوارئ. طول عمرنا نفسنا يبقى في انتخابات سليمة، النهاردة بيتعمل انتخابات سليمة. ده شيء جديد، كان حلم. موضوع الأحزاب مثلا، النهاردة الحزب المستوفي الشروط بيطلع حزب فعلا. يعني في أشياء اللي هي أنا بسميها الانفراستراكشر بتاعت حقوق الإنسان. أيوة، البنية الأساسية، البنية الأساسية بتاعت حقوق الإنسان حصل تقدم فيها كبير جدا. ولولا ثورة 25 يناير و30 ما كان ممكن ان احنا نوصل. فنحن عملنا شو الانتخابات النهارده، كلنا بنتكلم الناس راحت ولا ما راحتش، لكن موضوع يعني سلام الانتخاب وشفافيتها اللي هي كانت باستمرار مشكله، النهارده ما هيش مشكله، ده تقدم. لكن في النهايه ابص مثلا حجم الناس اللي في السجون كده، بحس ان فعلا في مشكله. بعض القوانين اللي بتطلع، احنا عندنا مشكله في التشريعات الحقيقه، وانا ارجو ان دي تتصلح بعد البرلمان بقى، لان في عندنا مشكله في التشريعات. التشريعات ما هياش ملاحقه لا الفكر الثوره ولا الدستور ولا حتى الفكر الدولي. انك انت النهارده التشريعات اصبحت شيء حي، تتحرك وتتغير وتتعدل وفقا لما يحدث في العالم. النهارده التشريعات الحقيقه ماشيه ببطء جدا، لكن اتمنى ان دي تتغير مع وجود البرلمان. مع وجود البرلمان. سيادتك اجملت ما يمكن تفصيله، اجملت ما يمكن تفصيله. وعلى سبيل التفصيل وليس الاجمال،